الصحافه باش تجي البلديه تعوض ولا ما كان. واه ان شاء الله صحيت الحاج برا لل شو لابولات شي ناقصين. نقولوا ولادكم كيقراو كاع لا المدرسه عندنا مليحه عندنا لابوس عندنا سونتا ديسبونسير عندنا خاصنا الشوا خاصنا الطبيب تاع الدونتيس واه طبيب تاع الضو كاين الضو في اللي كاين واه كاين الضو هذا اللي كاين هذا اللي عندنا حنا لا غادي غير هنا ونعاودو نولوها. القريه تاع الحماينه باغي نعرفوا شخصكم عندكم الضوء عندكم الطريق الحاجه اللي خاصتكم ممكن انك تقولها لنا. خاصنا شوفي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم خاصنا الطريق خاصنا الغاز. ما عندكمش الغاز في الدار؟ الغاز واه خاصنا البني تاع الريف من تحت. نهضروا على الغاز، الغاز ما عندكمش انستالاسيون ما عندكمش الغاز. شي الغاز؟ الغاز ما عندناش انستالاسيون. ما عندناش انستالاسيون. اوكي. واه هذا اللي عندنا خاصنا نشوفوا بانه مهام شاقة. شاقة ولا شاقة بزاف مهام شاقة. ولكن بالرغم من ذلك يعني. لا الحمد لله الحمد لله مواجهين. رغم الظروف والرائحة و مواجهين. مواجهين مواجهين الحمد لله. ونقول للمناسبة نترحموا على الزملاء تاعنا تاع النفا. على الاستغلال نترحموا عليه ان شاء الله. عمل شاق جدا شاق جدا. صعيب صعيب هذا بزاف. والحمد لله رانا مواجهين. كل شيء بعينيكم. هذا اللي مصطفى هنا هذا الاستيداد هنا. سلكنا الحمد لله. سلكنا هما توكلنا في البلاص. نبغوا في الاخر الحمد لله. الحمد لله. عملية تطهير. احنا دائما رانا نديرو هاد الاجراءات المسبقه نظرا لخاصه السايد ديال بعض الامطار اللي تجي دي فوا جائيه وتكون حملات كارثيه وكلش. احنا رانا نديرو اجراءات هذه وقائيه قبل باش المواطنين ما يتعرضش للماء يدخل لهم وتكون حاله فيضان وتكون انسداد على البالوعات وكلش. احنا رانا نديرو هاد الاجراءات والديوان الوطني راه قائم بالواجب نتاعو وراهم في الميدان دائما. احنا الوقت اللي رانا الديوان الوطني للتطهير دائره الحمام بوحده رانا الوقت اللي نعيطو لهم راهم دائما يكونوا في الخدمه ان شاء الله وربي يوفق. نعم باذن الله. اذا ايضا معنا واحد من العمال تابع عندي زياد عبد القادر. نعم اذا اخ بن عيد عبد القادر وين صارت ساكن هنا في حمينه؟ من 60 يعني تعقل عليها كانت عند فرنسا. اها احكي لي على الحماينه في السنوات على فرنسا لا احكي لي غير على الحماينه. اي صح. لا تبدلت ما تبدلتش الطرقان الحاله التنمويه فين؟ السلاك وخلاص. فاش هو هذا السلاك وين راه؟ كاين الضوء كاين الغاز كاين شخصكم هنا. ربما دائما في اطار التحضيرات للموسم الشتوي طبعا تنطلق عمليه التطهير في فصل الصيف طبعا. اذا اليوم انتم كبلديه انطلقتم في عمليه التطهير ونرى بانها مطلقه الشيء اللي خلاكم تنطلقوا فيها يعني مبكرا. ثانيا اهم شيء خصصتموه كاجراءات من اجل تطهير بلد قريه حمينه. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد حنا ديال القرع رانا خطره ملقو خطره ما ملقوش. مازلتوا بالقرع؟ مازلت بالقرع. واه هيا نسيت الضو. الضو راه كاين. الطرقان الماء كيما هكا هكا. هذه لافانا تاع الماء. واه نهضر عليها ولا ما؟ واه هضر هضر. شي غير خطره ولا زوج. هذه لافانا ها هو خدام يشهد عليه. هذه لافانا تاع الماء واحد. الا يحل لك هذه لافانا وشوف. واه راه هي مروض والله الله يحسن عونها. هذا ما صح. هاي. ويجي عند لافانا هذا حتى راه يطول فيه بالبيدو من لافانا تاع الماء راه في شحال من عام ياه يبدلوه. ايوا هذا هو هذا هو الشيء. وبالنسبه للطريق وبالنسبه للطريق صح الطريق راه نورمال شويه سلاك ما يخدموش حتى يعاودوا الروكورات الصوالح ولا داروا الخدمه ما يعاودوش يحفروا. هذا هو. جواد جواد انتم هنايا في الحماينه عندكم اصطاد عندكم تبغوا تلعبوا كرة القدم تبغوا تلعبوا ياك تبغوا تلعبوا رياضة عندكم اصطاد هنا؟ وعندكم اصطاد؟
عندهم سطات عندهم اي شخصكم نتوما كاطفال والو انتم هذا قلت لك راه حاتم يخص هذا المشكل اللي راه يتعاني منه البلديه واللي وضعتي شكما نتوما من البلديه. مصالح الديوان الوطني للتطهير راهم قايمين بالواجب تاعهم، ها هما لهنايا سور تيرا. مصالح تاع الجزائريه للمياه راهم هنا سور تيرا، ها هما السياره تاعهم راها هنايا، والاعوان راهم هنايا راهم قايمين بالواجب تاعهم. الساعه يدير حاتم الشكوى والله نتاع لا ديو تاع الماء راهي بعيده عليها. السلام عليكم. الاجراءات نتاعها راهم قايمينها على حسب اللي كاين بالواجب نتاعهم، وهذه اعمال روتينيه رانا نقوموا بها الحاج، ماهيش اعمال اليوم. راكم تودعوا شكوى مع الصباح، من بعد ساعه يكون هنا الديوان الوطني للتطهير ويكون هنا الجزائريه للمياه. الجزائريه للمياه راهم يتنقلوا من بلديه والبرقش، راه عندهم الترونسبور نتاعهم، راهم يتنقلوا في حينهم. وقت ما راكم تودعوا لنا شكوى رانا يتنقلوا، راه عندكم الملحقه تاع البلديه هنايا. في حاله ما تعذر عليكم النقل باش تنقلوا للبلديه، راه عندكم الملحقه هنا تتصل بينا بمصالح البلديه، حنايا نتخذوا الاجراءات فورا. هنا غادي نقول لك انا